بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية طيبة وبعد، نلتقي معكم في خطيرة جديدة من سلسلة تاريخ الإسلام بعنوان تحرك الجيوش الإسلامية لتحرير اليمن من المرتدين. طبعا احنا تكلمنا في الخواطر السابقة عن تحريك جيوش المسلمين وعن تقسيم جيوش المسلمين إلى 11 جيش، 3 في الشمال و8 في الجنوب، وقلنا ان الجيوش دي كانت يعني في بينها وبين بعض تناغم، وان الجيش ما كانش ليه مهمه واحده بس، لكن هو كان بيروح يؤدي مهمه وبعد كده اذا خلصها او نجح فيها بيتحرك وبعدين بيلتحم مع جيش اخر. وكان سيدنا ابو بكر بيدير العمليات العسكريه جميعا من ذي القصه، وكان بيفك الجيوش دي ويركب جيوش تانية الى اخره حسب ظروف المعركه وحسب ساحه المعركه. وخلي بالكم ان هذه المعركه استمرت حوالي عام، يعني تقريبا بدات، احنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الاول، وجيش سيدنا اسامه تحرك في اواخر ربيع الاول تمام او اول ربيع الثاني تمام، وقول ان هو غاب حوالي شهرين تمام، ربيع الثاني وبعدين جمادى الاولى. فتقريبا من جمادى الاولى او جمادى الاخيره بدات حروب الرده، وكان هدفها هو قمع هؤلاء المرتدين وعوده الدوله الاسلاميه واحده موحده، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو القضاء على من ارادوا تبديل الدين سواء بالكفر او الرجوع للوثنيه او سواء بالامتناع عن ما عرف عن الاسلام بالضروره زي الزكاه والصلاه، وعن برضه من ادعوا النبوه وارادوا تغيير الدين بالكليه. فبالنسبه لليمن، طبعا اليمن هي مساحتها كبيره تمام، من المهره شرقا الى البحر الاحمر غربا، ومن الشمال من صنعاء وغير ذلك الى الجنوب في بحر العرب. هذه المنطقة الواسعة طبعا ما كانتش دولة اسمها اليمن، ولكن كانت منطقة اسمها اليمن. كان في اليمن وفي حضرموت وفي أبيان وفي مهرة وفي صنعاء، وكانت مناطق مختلفة، وكان كل منطقة تعتبر ولاية وكانت تابعة للمدينة المنورة وكان عليها والي. الرسول صلى الله عليه وسلم من أيام ما انضمت هذه الأراضي وهو وضع الولاة على هذه الأراضي تمام، ولكن بمرور الزمن او لما جه سيدنا ابو بكر للخلافه، في الاول ثبت جميع الولاة في اماكنهم، ولكن بعد ذلك بعد تغير الظروف وبدايه حروب الرده بدا يغير فيها تدريجيا. بالنسبه لصنعاء طبعا هي كانت تحت امره احد الامراء المسلمين، ولكن احنا زي ما احنا قلنا في خطيره ادعاء النبوه انه في الاسود العنسي، هو من قبيله عنس، ده الراجل ده ادعى النبوة تمام، وانضمت اعداد كبيرة جدا من قبيلته وبعض القبائل اللي حواليه زي بنو الحارث، وانضموا معاه واتبعوه. الكلام ده كان في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم او قبل وفاته مباشرة، واستمر فترة بسيطة شهر او شهرين وبعد كده اتوفى. في ناس قالت ان هو مات لوحده، في ناس قالوا ان المسلمين قتلوه، لكن هو في اغلب الاحوال هو مات لوحده، وفي ناس قالوا ان هو توفي قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره، وفي من قيل او من قال ان هو توفي بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره. في النهايه هو توفي قبل بدايه حروب الرده. وطبعا لما توفي الاسود العنسي كان ليه اتباع كثيرين، فخافوا من رده فعل المسلمين فهربوا تمام وتفرقوا وتركوا صنعاء لوحدها. لما تولى سيدنا ابو بكر الصديق امر احد الصحابه هو فيروز الديلمي ان هو يكون والي صنعاء، وطبعا لان الولايه صعبه وفيها مشاكل فعين ليه نائب وهو قيس ابن المكشوح، وهو كان احد الصحابه ايضا اللي كانوا موجودين. لكن بعد فترة من الزمن ولسبب ما قيس بن المكشوح ارتد عن الإسلام وتمرد على فيروز ديلمي، واستطاع ان هو يخلعه من ولاية صنعاء. فهرب فيروز الديلمي والتجأ الى بعض القبائل المحيطة، القبائل العربية المحيطة بصنعاء والتي كانت لا زالت على إسلامها، وبدأ قيس بن المكشوح يراسل انصار الأسود العنسي، وفعلا جمعهم واجتمع معاهم في صنعاء من اجل حمايه صنعاء. في البدايه قبل ما تتحرك جيوش الرده، سيدنا ابو بكر ارسل الى القبائل العربيه اللي فيها فيروز الديلمي وامر عليهم فيروز الديلمي وامرهم بالتحرك لتحرير صنعاء.
وبالفعل تحركت هذه القوات واستطاعت يعني القتال بعنف مع قوات قيس بن المكشوح، واستطاعت ان هم يطردوهم من المدينه. وبعد ما خرجوا من المدينه او من صنعاء، يعني مدينه صنعاء، التجأوا بقى الى مناطق ما بين صنعاء ونجران بين الجبال الى غير ذلك. كان بقايا بقى الاسود العنسي مع بقايا قوات قيس بن المكشوح، واجتمع مع بعض المارقين الاخرين المرتدين، ويعني لكنهم ما شكلوش قوه تاني او خطر اخر على صنعاء. لما بدات حروب الرده، سيدنا ابو بكر الصديق ارسل جيوش مختلفه، احنا قلنا 11 جيش، كان من ضمنهم جيش المهاجر ابن ابي اميه، وهو اخر الجيوش اللي تحركت من المدينه. في الاول ذهب الى الطائف، فاخذ عثمان بن ابي العاص معاه، وتحرك ايضا الى نجد، اخذ بعض القبائل، بعض الاشخاص او الصحابه، ثم تحرك الى نجران فاخذ بعض الصحابه، وكون جيش قوي جدا وتوجه نحو صنعاء لدعم فيروز الديلمي. في الطريق طبعا كان بيقابلهم قبائل كتير مرتده، كانوا بيرضعوهم وبيحاربوهم ويردوهم الى سطوه الاسلام ودوله الاسلام، واستطاعوا بالفعل القبض على قيس ابن المكشوح او زعماء الرده الاخرين اللي كانوا موجودين، ولم يقتلوهم وارسلوهم الى سيدنا ابو بكر في المدينه. لما وصلوا، على فكره الناس دي لما وصلت المدينه في كثير منهم عاد للاسلام مره اخرى، وتاني بقوا اصبحوا من حسن اسلامهم، واصبحوا من القاده اللي شاركوا بعد كده في فتح فتوحات العراق والشام فيما بعد ذلك. وده بيأكد على نفس النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في الخطيره السابقه، على ان العداء للاسلام ليس دائما، وان الاسلام لا ينظر للعدو على انه مجرد عدو وعايز يخلص منه، ولكن ممكن هذا العدو في يوم من الايام يرجع الى دين الله ويصبح مصدر قوه للاسلام نفسه. واحنا ضربنا امثله كثيره في الخطيره السابقه، مثل عكرمه بن ابي جهل، مثل عمرو بن العاص، مثل خالد بن الوليد، وضربنا امثله اخرى من التاريخ زي دخول المغول في الاسلام الى غير ذلك. ولذلك فالمسلمين يعني كانوا بيتمنوا الاسلام للجميع، لان الاسلام هو دين الحق، تمام، وهو يعني الحاجه الحلوه في الدنيا وفي الاخره، تمام، وبالتالي كانوا بيتمنوا الخير للجميع، وان اللي كان بيخش في الخير ده وبيقتنع بيه وبيشربه بيبدا تتغير شخصيته وتتغير كينونته ويصبح من اقوى المدافعين عن الاسلام. بعد كده طبعا جيش المهاجر بن ابي اميه بعد ما استطاع ان هو يحقق الاستقرار في منطقه صنعاء الى غير ذلك، التقى بجيوش عكرمه بن ابي جهل. عكرمه بن ابي جهل كان توجه الى اليمامه، ثم بعد ذلك توجه الى عمان وحارب هناك، وحرر برضو بعض المناطق في صحار الى غير ذلك. وبعد كده توجه الى عكرمه الى المهره. في المهره كان في فريقين متناحرين، الاثنين مرتدين لكن كانوا بيتناحروا مع بعضهم، في فريق صغير شويه وفي فريق كبير شويه. بعد كده سيدنا عكرمه اول ما وصل ارسل اليهم رسائل بالعوده الى الاسلام مره اخرى، وامنهم ان هم لو حبوا ان هم يرجعوا للاسلام مره اخرى. فالتحق الفريق اللي هو قليل العدد الى عكرمه بن ابي جهل، واصر الفريق الاخر على ردته. وطبعا الفريق الصغير اللي هو رجع ده كان عارف بطبيعه المنطقه، واصلا بيحمل جواه ضغينه ناحيه الفريق الاخر، وعارف نقاط ضعفه نقاط قوته، فساعدوا سيدنا عكرمه بن ابي جهل في ان هم يقتحموا هذه المناطق ويحرروا هذه المناطق بالكامل مع سيدنا عكرمه بن ابي جهل. وتقريبا كده شرق اليمن مع غربه خلاص تحرروا. بعد كده التقوا الجيشين في المنتصف في منطقة أبين، جيش المهاجر بن أبي أمية مع جيش عكرمة بن أبي جهل، وقاموا بتحرير باقي المناطق اليمنية. طبعا احنا قلنا ان الحروب دي او زي ما احنا شايفين، يعني جيش سيدنا عكرمه راح الاول نجد في اليمامه، وبعد كده راح عمان، وبعد كده راح اليمن. جيش المهاجر تحرك من المدينه الى صنعاء، ومن صنعاء الى ابين، والتقوا الجيشين وتكونوا مع تلاقوا مع بعضهم البعض. فده يدل على زي ما احنا قلنا الهارموني او التناسق العظيم الجميل اللي كان موجود بين الجيوش، والإدارة الحكيمة لسيدنا أبو بكر لهذه الحروب وهذه يعني
يعني او هذه المعارك الشاسعه، يعني في مساحه شاسعه جدا من الارض وفي نفس التوقيت، ولكن سبحان الله ربنا يعني الهم سيدنا ابو بكر القدره العسكريه والتركيز، والهمه كيف يدير المعارك ويؤدي الى الانتصار الجميل اللي حصل في اليمن. وان شاء الله في الخواطر اللي جايه هنتكلم عن معركه اليمامه، وطبعا اليمامه دي تعتبر من اشرس المعارك واخرها اللي هي ارض مسيلمه الكذاب. نلتقي باذن الله في خواطر جديده قريبا. ارجو ان الخاطر تكون افادتكم، ونلتقي باذن الله في خواطر جديده قريبا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.